نعم، يعني منذ ساعات الصباح الأولى تواجد المتظاهرون هنا في ساحة التحرير. كان هناك أعداد قليلة صباح اليوم، لكن ازدادت مع مرور الوقت. بعض المتظاهرين قد عبروا جسر الجمهورية من ساحة التحرير باتجاه جسر الجمهورية، وقد عبروا خط الصد الأول أو الحاجز الأول الكونكريتي الذي وضع ليلة أمس بقطع جسر الجمهورية بجانبي الكرخ والرصافة. هناك أعداد من المتظاهرين قد وصلوا إلى الخط الثاني أو القطع الثاني من الحواجز الكونكريتية، لكن سرعان ما جاءت قوة من مكافحة الشغب وقد منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية بواسطة العصا الكهربائية وغيرها. هنا الأعداد تزداد شيئا فشيئا مع مرور الوقت من المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير الآن. يعني نعرف ما هي المطالب التي جاءوا من أجلها وهم متواجدون في ساحة التحرير. نتحدث مع المتظاهرين لمعرفة ما هي المطالب التي جئتم من أجلها هذا اليوم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم هاي الجماهير كما تراها الآن لا خرجت في تقريدة ولا خرجت من وزير سماحة السيد القائد مختار الصدر. اليوم عراقيين هم يطالبون رفضا تاما لحكومة الشاع السوداني كما ترى. يعني اليوم عبر التواصل الاجتماعي نرى الفاسدين هم نفسهم يعني يرجعون علينا يحكمون. فاحنا اليوم كشعب عراقي نرفض جملة وتفصيلة حكومة الشيعة السوداني، الوجوه الفاسدة كما قالت المرجعية، المجرب لا يجرب، شلع قلع ما ريتهم كما قال سماحة السيد مختار الصدر. طبعا اليوم احنا موجودين في على جسر الجمهورية، والقوات الأمنية تعاون ويانا الحمد لله والشكر، لأن هم يعرفون اللي قاعد يصير بشعبهم واللي قاعد يصير. هم القوات الأمنية يعني هم حاصرين المنطقة الخضراء منذ الساعة 12 بالليل ولحد هذه اللحظة، ما نعرف شنو اللي قاعد يصير. يعني هل حكومة يعني من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ام من قبل المنيشيات؟ اليوم احنا كشعب عراقي اليوم اللي قاعد يصير في قبه البرلمان كما قالت احد النائبات كعكه وتتوزع. احنا اليوم ما نريد هاي الكعكه تتوزع، اليوم نريد حكومه اغلبيه، نريد حكومه وطنيه، نريد حكومه غير مندسه وغير متابعة إلى الجهات الأخرى. يعني اليوم إحنا من 2003 لحد هذه اللحظة، يعني هسه يعني نحلف أي واحد، شفتوا شارع، شفتوا حصة تومينية موجودة، شفتوا كهرباء لحد هاي اللحظة. من وراء من؟ من وراء المحاصصة. سماحة سيد مختار الصدر طالبهم ويطالبهم وفتح لهم الباب وجابهم من كل الطرق وما يقبلون، لان شنو هو؟ يردون حكومه واهم شيء يرضون لي الاطراف الشرقيه والغربيه كما قال سماحه السيد مختار الصدر. واليوم احنا هاي الشباب اللي تشوفه اليوم اصدورها مفتوحه، لا اصدورنا مفتوحه، يقتلوننا فدوه للشعب. احنا اهم شيء الشعب يكون يعيش بحياه راقيه ويعيش بحياه نزيهه ويعيش بحياه لا ذله ولا مهانه من قبل الاحزاب والتبعية ومن قبل الناس اللي قاعد. شلون اقول لك؟ نعم راح تبقون هنا لو يعني اعتصام لو بس فقط تظاهرات وبعدين تنسحبون؟ طبعا احنا راح نبقى هنا حين يعني رفعون الجلسة، والجلسة هي لحد هاي اللحظة بعد تسريبات ما مكتمل لحد هاي اللحظة. يعني وهي جلسة باطلة رحمة الوالدة. اليوم انت شو قاعد تشوف؟ رئيس البرلمان قاعد يقول لك انا حقدم استقاله، واحد يكبس وواحد يرفع وما نعرفه. شو اسمه كتله امتداد رفضت قطعا هذه، 9 نواب همين رفضت الجلسه. يعني احنا متواجدين هاي الساحه ومتواجدين لحد ما كل الشعب وياك سيد مقتدى، كل الشعب وياك سيد مقتدى، كل الشعب وياك سيد مقتدى. احكي لي يعني مطالبكم او يعني ايش وقت باقيين هنا؟ شنو الغايه من وجودكم اليوم من الصبح لحد الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمه والخلود الى شهداء ثوره عاشوراء وشهداء ثوره تشرين. طبعا احب انوه نقطه رقم واحد اللي بعض الشباب ما نوه عليها. خرجت هذه التظاهرات اليوم، السبب الرئيسي هو عقد جلسة البرلمان ودم شهدائنا بعد أخضر. زين، على أي طريقة تعقد جلسة برلمان والشعب ما راضي عليها؟ زين، بالنسبة للنقطة الثانية اللي يجب الشعب أن يفهمها،
ان القضيه ليست قضيه انه حصه كومونيه مواد غذائيه، هناك حكومه محاصصاتيه، حكومه فاسده، يجب على الشعب العراقي الالتفات الى هذه الصوره، هذه الصوره الصحيحه الحقيقه. علينا المطلب توحيد المطالب، هذا الشيء مطلبنا الاول الرقم واحد هو حل البرلمان وانتخابات مبكره، واي وتشكيل اي حكومه رافضة لها الشعب هذه مو حكومة، ولا نعترف بها ولا نحسبها أي حكومة. بالنسبة لكم جاي تخططون وجاي ترسمون بكيفكم وعلى مسارات اللي انتم تردوها، فأحب أوضح لكم وفهمكم يا شعب الإطار يا جمهور الإطار أن الشعب العراقي هو الذي يحكم لا غير ذلك. وارجع وأقول للشباب أن يلتفتون إلى نقطة واحدة، إحنا طلعنا اليوم لجل نقطة واحدة، عندنا دم شهداء، شهدانا بعد دمهم أخضر، فلذلك ننصحهم يعني اذا شكلوا حكومه راح يشوفون يمنا رد كلش عنيف، بالله اقسم بالله العظيم. ودم الشهداء من الاخوه الموجودين بالساحه من الساعه اخذنا راهم انا الناشط سجاد الفهد، والله اخذت اراء العالم. اذا تشكلت حكومه واذا صارت حكومه، الحكومه ما تتشكل الا بامر الشعب، هاي الشباب يشكل حكومه. نوى على شغله واحده، الحكومه الانتخابات 20% انسحب منها 73 نائب، فايش بقى من ال 20%؟ لا شيء. فهذه الحكومه اصلا هي باطله اصلا، كما قالت ال على الشيطان اقطع. نعم زين، سؤال انتوا اليوم تجمعتوا بهذه المنطقه يعني توجيهات لو شعب انه تجمع عفوي؟ تجمع عفوي، لا دعوه ولا تغريده ولا اي شيء، لا تشرين دعوه ولا تغريده من السيد، تجمع عفوي لخرق سفينه المالكي الذي دعا اليها. نحن لا نقبل بسفينه المالكي ان تبحر نهائيا، هذا امر مرفوض. ايش وقت راح تبقون باقين حتى رفع الجلسه وعدم اكمالها؟ لا نقبل باكمال الجلسه والتنصيب علينا شخص، لا مرفوض رفض نهائي. شكرا لك. يعني الصوره واضحه الان، هتافات وشعارات ترفع رفضا لجلسه مجلس النواب لهذا اليوم، وكذلك تشكيل حكومه من قبل الاطار التنسيقي كما يقول المتظاهرين المتواجدين الان في ساحه التحرير وسط العاصمه بغداد.